بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم عن الأسئلة الوجودية للشباب. وهنتكلم النهاردة عن موضوع إجابة الدعاء، لأن البشر مفطورون على الأخذ بالأسباب في تحصيل حاجاتهم. يعني عايز يأكل، عايز يشرب، عايز يحصل تجارة، عايز يعمل أي حاجة، فبيتخذ الأسباب المؤدية إلى ذلك. ولا يقتصر الأمر على الأسباب المادية بس، لكن الأسباب الغيبية كذلك، وعلى رأسها الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. فالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من ضمن الأسباب اللي بيتخذها الناس لتحصيل إيه؟ لتحصيل احتياجاتهم وتحصيل أغراضهم ومنافعهم ودفع مضر ودفع المضر عن نفس عن أنفسهم. لكن بيجي لنا السؤال بقى، أنا دعيت لكن ربنا لم يستجب لي، فلماذا لم يجب الله الدعاء؟ وده شيء مهم ان احنا نفهم فيه، ان الدعاء في النهاية او اجابة الدعاء هو فعل الله الارادي، فمرتبط بارادة الله سبحانه وتعالى وارادة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى اذا اراد اجاب الدعاء، واذا لم يرد لم يجب. فهذا فعل، مش حاجة ميكانيكية، مش انت رفعت ايديك ودعيت فيقوم يعني يستجاب له تلقائيا، لا، ده شيء مرتبط بارادة الله سبحانه وتعالى. أضف إلى كده أن إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة عليمة حكيمة، مرتبطة الأفعال الإرادية لله سبحانه وتعالى من ضمنها إجابة الدعاء، تصدر عن حكمة، عن غاية، عن هدف، لا تصدر عن عبث ولا فوضوية، لا، مرتبطة بحكمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حكيم، يضع الشيء في موضعه ويقدر كل شيء ويدبره. فهو سبحانه وتعالى إجابة الدعاء لابد أن تكون أيضا مبنية على حكمة الله سبحانه وتعالى. ففي عوامل بتعتمد عليها إجابة الدعاء، مش مجرد ان انت دعيت بس وخلاص فقط، لا، لابد ان يكون منظورنا ومفهومنا اوسع من كده. ففي موانع لإجابة الدعاء، من ابرز الموانع لإجابة الدعاء هو التوسع في الحرام اكلا وشربا ولبسا وتغذية. يعني عندنا في الحديث الرجل يطيل السفر، اشعث اغبر، يرفع يديه الى السماء، يقول يا رب يا رب، و مطعمه حرام وملبسه حرام، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك فأنى يستجاب، مع ان الرجل ده يعني ايه، اخذ بكل الاسباب اللي هي إجابة الدعاء، اللي هي ايه، إطالة السفر، التبذل في الهيئة واللباس، اشعث اغبر، انه يرفع يديه الى السماء. والله سبحانه وتعالى يعني ايه، يستحي من عبده ان رفع يديه بالدعاء ان يردهما صفرا خائبا. يقول يا رب يا رب، يعني يلح في الدعاء، ورغم كده لم يستجب له الله. ليه لم يستجب؟ لان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فالتوسع في الحرام ده من موانع اجابة الدعاء. كذلك من موانع اجابة الدعاء اللي هي المعاصي والذنوب، وزي السلف ما كانوا بيقولوا كده يعني لا تنتظر إجابة الدعاء وقد سددت طريقها بالمعاصي. يعني انت عايز بتدعو ربنا وسدد الطريق بمعاصيك، فالمعاصي والذنوب من من أبواب منع إجابة الدعاء. كذلك من أبواب منع إجابة الدعاء ترك الواجبات. ايه ترك الواجبات ده؟ ان انت زي في الحديث كده، لا تأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر أو لا يبعث الله عليكم عقابا منه ثم تدعون فلا يستجاب لكم. فترك الواجبات اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الواجبات، تركها من موانع إجابة الدعاء. كذلك من موانع إجابة الدعاء الاستعجال، إن أنت تستعجل، اللي هو يعني إيه تستعجل؟ زي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. فالصحابة قالوا وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوته قد دعوته فلم أرى يستجب لي، فعندئذ يستحسر ويترك الدعاء. اللي هو الإنسان يدعو الله يدعو الله يدعو الله ويستعجل الإجابة، والإجابة ممكن تتأخر، يعني إجابة الدعاء ممكن تتأخر، وده شيء يعني ليس شيئا غير منطقي، لا، ده ممكن إجابة الدعاء تتأخر. احنا عندنا سيدنا يعقوب لما فقد ابنه يوسف عليهما السلام، شوف لم يرجع له، وقعد يدعو الله سبحانه أن يرده عليه، ردوا عليه بعد قد إيه؟ بعد عشرات السنين، مش عشرات السنين يعني، بعد حوالي لما بلغ بقى 20 سنة، بعد 20 سنة.
فأنت لا تستعجل إجابة الدعاء، الدعاء قد يتأخر جدا، فالاستعجال وترك الدعاء هو ده بل إيه، هو ده من موانع الإجابة، إن أنت تترك الدعاء فخلاص فربنا مش إيه، مش هيستجيب. فدي كلها من موانع إجابة الدعاء اللي هي موجودة في الإنسان الذي يدعو. طيب في موانع تانية متعلقة بالدعاء نفسه، بمحتوى الدعاء نفسه، وهو الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. إن أنت تدعي بحاجة حرام، إن أنت تدعي مثلا إن ربنا يؤذي واحد أو يضر واحد، أو إن مثلا أنا عايز أتجوز فلان يا رب طلقه من مراته ويتجوزني أنا. ففي حاجات كده اللي هي إيه، لا فيها إثم أو قطيعة، دي ربنا سبحانه وتعالى لا يجيبها، لأن ده من التعدي في الدعاء. طيب دي أشياء قلنا، أشياء متعلقة بالداعي طالب الدعاء، وأشياء متعلقة بمحتوى الدعاء نفسه. في حاجات بقى متعلقة بمجيب الدعاء الله سبحانه وتعالى، وهي حكمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يصدر فعله إلا عن حكمة، لابد لفعله من حكمة. طيب إجابة الدعاء دي لابد أن تكون على مقتضى الحكمة وعلى أصول الحكمة. طيب هو هل من الحكمة أن ربنا لا يجيب الدعاء؟ آه ممكن لا يجيب الدعاء. ليه؟ حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يقدر للعبد هذه الإيه؟ هذا الإيه؟ هذا الأمر الذي يطلبه. طيب هو دعا وتوسل على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى استجيب، طيب الإجابة لابد أن تكون بإجابة الدعاء المخصوص؟ لا مش شرط. ممكن تكون الإجابة الله سبحانه وتعالى ممكن يجيب الدعاء للإنسان، وممكن أن يدفع عنه شرا مثله، يعني هو كان مقدر له شر معين بالدعاء ده، بدل ما يجيبه هيدفع عنه شر بإيه، بمثل هذا الدعاء، فإيه فربنا ينجيه، أو يدخره له في الإيه، في الآخرة. وكل ده بناء عليه حسب حكمة الله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا في الأول الحلقة أن إجابة الدعاء ده فعل الله الإرادي الإيه المبني على الحكمة، وبالتالي فحكمة الله سبحانه وتعالى هي التي تحدد الإيه كيفية إجابة الدعاء. فلابد أن يكون الشيء، ممكن يكون الشيء اللي أنت بتدعوه بيه ده فيه ضرر ليك، أنت متصور إن دي حاجة كويسة عشانك، يا رب يا رب أنا عايز أشتغل الشغلانة الفلانية وما تكونش فيها خير ليك، ممكن تشتغل الشغلانة الفلانية دي ويحصل من وراها مصيبة، إن أنت مثلا تتهم بتهمة أو يتشكك في نزاهتك، أو إن حد يلفق لك حاجة مثلا في عملك، ممكن إن أنت متصور إن الحاجة دي كويسة عشانك وتحصل فيها مشكلة، تحصل فيها مشكلة وتتحملها أنت. فلا الإنسان لا إيه يعني لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون عنده ثقة في حكمة الله تبارك وتعالى. فالخلاصة إن موانع إجابة الدعاء كثيرة، وإن الإنسان عليه الدعاء وعلى الله الإجابة، فمن هذه الموانع أشياء موجودة في طالب الدعاء نفسه، زي إن هو يكون عنده التوسع في الحرام أكلا وشربا وتغذية وما إلى ذلك، أو الاستعجال في الإيه؟ في الدعاء، إن هو يستعجل ثم يترك الدعاء، أو ارتكاب الذنوب والمعاصي، أو ترك الواجبات، وفي أشياء في محتوى الدعاء نفسه اللي هو يكون دعاء بإثم أو قطيعة رحم، زي ما في الحديث ما لا يزال العبد يستجب له ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أو الحاجة الأخيرة اللي هي من موانع إجابة الدعاء المتعلقة بحكمة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى حكيم وقد لا يقدر للعبد أن يجيب هذا الإيه؟ هذا الدعاء المخصوص، لكنه يدفع عنه من الشر بمثله أو يدخره له في الإيه؟ في الآخرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الموضوع اللي هو السؤال الوجودي، لماذا لم يستجب لدعائي؟ لماذا لم يستجب الله لدعائي؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.